قادرين. شكرا لك، نتواصل مع السادة المشاهدين في كل مكان. الآن يعني ننتقل أيضا مرة أخرى إلى ولاية النيل، الله يبيت كوستي، بناء السلام والدولة المدنية على خشبة مسرح كوستي. نتابع متواصل. هكذا يمضي المسرحي اسكندر في مناقشة قضايا الرحلة السياسية والانتقال إلى دولة مدنية مستقبل أفضل للسودان، وذلك من خلال مسرحيته الموسومة بمعابر ومتاريس، والتي قدمت في أمسية الختام لورشة تدريبية للمخرجين الدراميين، والتي نظمتها مجموعة النيل للثقافة والفنون بالتعاون مع قطاع الثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية النيل الأبيض. وتسعى الورشة إلى تقديم نجوم قد تسهم مستقبلا في تشكيل إضافة نوعية للمشهد المسرحي بالنيل الأبيض. الورشة استمرت لمدة 10 يوم، وطبعا أقيمت على منهج قصر الشباب والأطفال، وأساتذة من قصر الشباب والأطفال، وعدد دارسين فيها 20 دارس، هما فئة مختارة من الدراميين بالولاية الذين يعملون في الإخراج لكن من غير منهجية. وهذه الورشة أتت لتمنهج الناس ويكون لديهم علمية في الإخراج الدرامي، وإن شاء الله الناس تستفيد من هذه الورشة، ونستفيد من الدارسين إنه يكون في تطور تقدم للحركة الدرامية في الولاية. بجانب نماذج من الفساد الإداري في الخدمة المدنية، مع ضرورة السعي لمحاربته عبر التوعية المستمرة من خلال فعل مسرحين عبر دورة فنية قد تحدث حركا نوعيا على مختلف الصعود. هذه الفعالية، فعالية الإخراج في أتوا لهذه الدورة أو التدريبية، فكان النتاج فيها واضح، والدليل على العمل أثبتت أنه ورشة ناجحة وورشة قيمة، ورشة لها فعاليات واضحة، وأتمنى أن يكون في كمية من الورش أخرى للإخراج هذه المدينة. وفي ثوب مختلف تزينت الأمسية بتقديم بطاقات الشكر والتقدير والعرفان لأولئك الذين سكبوا الفكر والمال والعرق تدريبا وتأهيلا لهؤلاء الشباب، لتمضي بذلك حكومة الولاية إلى الأمام توفيرا للرعاية والاهتمام من أجل تنشئة جيل يحمل مستقبلا مشاعل الفكر والتنوير قولا وعملا. وتنمية وتأهيل المسرح يمثل الانتاج بالنسبه لنا تحدي عظيم، ان شاء الله الامان في صناعه انتاج مسرحي ودرامي جديد. نحن في قطاع الثقافه والاعلام حنرعى هذه الكوكب النيره في تسويق لهذه المنتجات وصناعه ثقافيه تدور دخل للافراد وتشجع الفرق والمسرحيين والمنتجين والمخرجين في الايام القادمه بانتاج مزيد من الانتاج الفني. وعلى خشبة مسرح كوستي القومي ما يستحق الاحتفاء تأليفا وأداء وإخراجا بحضور النوعين لمختلف الثقافات في ليلة ربما حققت المرامي والأهداف، مع دعوات بالمضي في حزم التدريب والتأهيل ليتمكن هؤلاء من جذب الآخرين للمسرح كبارا وصغارا. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.